للمتقين وشهر رمضان مباركا للمؤمنين ومربحا للعابدين وحبيبا الى قلوب العارفين واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده الذي اصطفاه ولكافه الخلق ارسله والصلاه والسلام على سيد المرسلين وامام المتقين وقائد البر المحجلين وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته وراقبوه مراقبة من يعلم أنه تعالى يسمع ويرى. واعلموا أن خير الهدي كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور مهدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأخرج البخاري عن أبي هريرة عن رسول الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. والذي نفسي بيده لقلوب فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: من أفطر يوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن شاء. وأخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوا في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر، في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. وأخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وأخرج ابن خزيمة وابن حبان عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: يا أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم مبارك، شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، وما أدى فريضة فيه كان كما أدى 70 فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه لجنة، وشهر المواساة، وشهر مزاد في رزق المؤمن فيه، من فطر صائما كان مغفرة لذنوبه، وإتقى رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. قالوا: يا رسول الله، ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو شربة ماء أو مزقة لبن. وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره إتق من النار. من خفف عن مملوكه به غفر الله له آتكه من النار. فتقتلوا به من أربع كسال: خصلتين ترضون بها ربكم، وخصلتين لا غنى بكم عنهما، أما الخصلتان اللتان ترضون بها ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه، وأما الخصلتان اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتتعوذون به من النار. ومن سقى صائما سقاه الله من حوضي شربة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة.
ألا فطوبى لعبد وفق لمتابعة سنة خير العباد فإن ذلكم التقوى والتقوى خير ذات. وقد قال تعالى وهي آخر آية نزلت واتقوا يوما ترجعون به إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى وابتغاء الوسيلة وحضنا على طلب الدرجة الرفيعة له والفضيلة. أمرنا أمرا بدأ به بنفسه وظنا بملائكة قدسي وظلظ بالمؤمنين من جنه وإنسي. وقال تشريفا للنبي وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وروى أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وفي رواية من صلى علي عشرا صلى الله عليه مئة ومن صلى علي مئة صلى الله عليه ألفا ومن صلى علي ألفا ضاح مكة وكتبي على باب الجنة. فعليكم بالإكثار من الصلاة على النبي شكرا تجدوا ذلك عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق درب الجدار العظيم. ورضي الله عن صحابته وخلفائه الراشدين الهادين المهتدين الصديق الأكبر سيدنا أبي بكر المنير الأنوار وعن سراج أحد الجنة الناطق بالسوار شهيد المحراب أبي حبس سيدنا عمر بن الخطاب ومنفق الأموال في رضا الرحمن أبي عبد الله سيدنا عثمان بن عفان وعن باب مدينة العلم ليث بني غالب أبي الحسن سيدنا علي بن أبي طالب وعن الستة الباقية لا زالت إلى الأولى راقية. اللهم انصرنا بهم وانصر من نشر الدين واخذل من خذل المسلمين. اللهم أهلك من كان في هلاكه راحة المسلمين ودمر أعداء الدين واكتم السلامة والعافية لجميع المسلمين ونجنا من كل بلاء مريض وغلاء وطاعون وزنا وباء. طهر من جميع ذلك بلدا عفوا عشرا وبلاد المسلمين عامة. واغفر لنا ولوالدينا ولأشياخنا ولمن سبقنا بالإيمان وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعيا واكشف عنا من البلاء ما لا يشفى غيره. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يشفى غيرك. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعري واكشف عنا من البلاء ما لا يشفى غيرك. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم ويرحمكم الله.